نخدمهم ونكنس لهم وننظف لهم. كنا في عافرته في البناء، كنا في المطاعم، كنا في الاسواق، في كل شيء نشتغل بارخص الاثمان. وعلى الرغم من هيك تم ذلالنا بشكل مهين مهين جدا جدا. كبار السن للاسف ماتوا يا زلمه، في عندنا ماتوا في الاقصاء، فيش دواء اكمل، فيش ولا حاجه. أنا كنت في مدينة الناصرة، اعتقلوني أول يوم الحرب يوم السبت، أخذوني على سجن المسكوبية في الناصرة، بعد أخذوني على سجن السلمون قعدت 10 أيام، بعد سجن السلمون أخذوني على سجن عوفر، من سجن عوفر احتجزونا في سجن عوفر أكثر من 20 يوم وإحنا محجوزين في سجن عوفر. طبعا غير الذل غير الضرب كل هذا الإهانات، طبعا يوم يوم ننضرب، يوم يوم يوميا 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 نتعذب، يوميا نتعذب. وانا هيني جاي هنا ممنوعين من الاتصال، ممنوعين من الاتصال، ممنوعين من اي حاجه، ممنوعين من اي حاجه تخلق. لحتى الان لحتى هذه اللحظه ما بعرف اهلي متين، طيبين، اولادي طيبين متين.